سبعة عشر عاما مرت على آخر تفويض من قبل الكونغرس للإدارة الأمريكية في إطار الحرب ضد الإرهاب فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول وأبان حرب العراق مرر الكونغرس مشروع التفويض للسماح للبيت الأبيض بشن هجمات على القاعدة والطالبان حينها ومع ظهور تنظيم داعش وغيرها من المجموعات المتشدده يعتبر اعضاء الكونغرس ان الوقت حان لتفويض جديد وهذا ما تمكن رئيس لجنه العلاقات الخارجيه باب كوركر من التوصل اليه والبدء بمناقشته التفويض القديم عمره 17 عاما وهناك امتعاض كبير من ان الكونغرس لم يتمكن من تعديله، كما واجهنا خطر الغائه من دون استبداله وهذا امر متهور، هناك ايضا خطوره متزايده بان تشكك المحاكم في صلاحيه التفويض القديم مع مرور وقت طويل على اعتداءات سبتمبر. ويعطي المشروع صلاحيات واسعه للرئيس الامريكي لمحاربه المجموعات الارهابيه التي تشكل خطرا على الولايات المتحده كداعش والقاعده. كما يطلب من البيت الابيض ابلاغ الكونغرس في فتره لا تتخطى 48 ساعه في حال كانت هناك حاجه لتوسيع العمليات العسكريه خارج افغانستان والعراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا كما لا يتضمن المشروع قيودا زمنيه الامر الذي لاقى اعتراضات من قبل بعض اعضاء اللجنه المشروع الذي امامنا يضع صلاحيات واسعه وكبيره بيد الرئيس الامريكي، ويعطيه الصلاحيات التنفيذيه ليقرر مع رقابه ضئيله من هي المجموعات المنسوبه للقاعده وطالبان وداعش، كما يعطيه صلاحيه كبيره لاستعمال القوه في بلد اخر، والبند الذي يثير الكثير من القلق هو اعطاء هذا الرئيس والرؤساء اللاحقين الصلاحيه للقيام بذلك من دون جدول زمني في الافق ومن دون قيود زمنيه. حتى لو مررت لجنة العلاقات الخارجية مشروع قانون تفويض الحرب إلا أن حظوظ تمريره في مجلس الشيوخ شبه معدومة وذلك نظرا لحساسية الموضوع ولقرب الانتخابات التشريعية النصفية رنا أبتر الحرة الكونغرس